ميكرو فريد على قناة أنفاس بريس، دائما جديد المواضيع بكل تواضيع. نسولوا المواطنين على هذا الهاشتاغ اللي كيدور في مواقع التواصل الاجتماعي أنهم ضد أنهم يكونش عيد الأضحى. خرجنا نسولوا المواطنين واش هما واش ضد ولا مع أن يكون عيد الأضحى. إلا بغيت تعرفوا هما واش ضد ولا مع أجيو معايا. السلام خويا بخير. أستاذي بخير. الله يحفظك. وليا مع هذا الهاشتاغ اللي في مواقع التواصل الاجتماعي دايرين ضد عيد الأضحى، ما يكونش على هذا الشيء ديال الغلاء الأسعار، أنت واش مع أو ضد؟ لا حول واخا شنو نقول لك، انا خصو حيدو فهمتي، والله يجيب شي حوالي بعداك اوكازيو بعداك اللي كان شي حوالي بغا يكون اوكازيو، بغينا شي حوالي يكون بون اوكازيو صاحبي يكون. ودابا جابوا الحوالي دابا قالوا العيد دابا راه تولي بلاد بغا يولي يخطف الحوالي بكل صراحه، اللي بان لي المول الحولي شادو هكا غيجي عطيه شي حاجه ديال اللي يبوقوا بعداك ولا شي لعيبه فهمتي، ولا يبوقوا ويدي لي الحوالي ويبوق على الكاميو ويدي يبوقوا اش غنشوفوا حنا يكون الاجرام، ما كنطلب انا ما يكون لا عيد كبير لا والو، المهم وانا في موعته دايرين واحد الهاشتاغ ضد عيد الاضحى ما يكونش مع غلاء الاسعار، انت واش ضد ولا مع؟ خويا اش نقول لك الصراحه، نجيك من الاخر انا ضد هادشي صراحه، عرفتي علاش؟ ضد هادشي ديال الاغلاء وهادشي ديال سميتو ديال الحوالي غالي اخويا، انا صراحه اخويا نقول لك ضد، عرفتي علاش؟ حيت الله يحسن العون، كل واحد الله يحسن العون، انا كنقول لك اخويا حيت شحال مره ما عيدناش فهمتي، والله ما يكونش العيد كاع احسن حاجه فهمتي، نعلي انتوما شحال من مره ما عيدتش؟ شحال من مره اخويا ما عيدناش صراحه، انا كنقول الواقع فهمتي، ما كنخبيش شي حاجه فهمتي، كنبغى نقول مسؤولين اخويا ولا كان العيد طالع فوق بزاف اصاحبي راه مشكله فهمتي، بنادم راه الله يحسن له تشوف شي عيار ما تعيطش فهمتي، احسن يعني حاجه تريح مع دارك. ضد انه ما يكونش عيد كبير الا كان الثمن طالع؟ هو ضد هادشي انا الصراحه فهمتي، حيت عيد كبير ماشي عاد انا كيقول لك عندك راه غتعيد راه يعني اسمنا ماشي فرض، اسمنا ماشي فرض فهمتي، ونتمنى من المسؤولين يوصلوا هذا الميساج. اكتفاء الذاتي ما كاينش، قال لك راه جابوا الحواله على برا، هذاك الشيء كيبقى ديال البيع واش ديال مولي الفيرمات الكبار هما اللي كيقدروا شحال كيذبحوا في النهار وشحال في الشهر، المهم شحال من راس كاينه، شحال من راس داك الشيء ديال الحكومه، سا هذا العيد كبير سا هو الغني سا هو الفقير، باش نكونوا صريحين، ان شكون لك كيعيد اكثر هو الطبقه الكادحه، الطبقه الغنيه والله اللي مسك عليها، يقدروا يعيدوا يقدروا ما يعيدوش، ولكن المشكل اللي طحنا فيه هو المشكل ديال الشتا، مشكل العلف، مشكل الفلاح شحال كيصرف على المصروف ديال الحولي، انا ما نقدرش نحكم عليه. دابا انت الحولي الا كان ديال 5000 درهم ابتداء من 5000 درهم تعيد؟ نقدر نقول لك لا، كاين اللي انا غادي نعيب. الا كان مثلا حولي يعني 5000 درهم والفوق تقدر تعيد؟ لا شوف شوف شوف، عاش من عرف قدره، عيد ديال 50000 ريال موجود، ديال 55000 ريال موجود، حنا ديك الأباها حنا ماشي كنتباهاو على الجيران ولا على الناس ولا على القرون، حنا كنديروا السنة الإبراهيمية اللي هو عيد الأضحى اللي كنحترموه حنا المسلمين قبل كل شيء، يكون الجفاف ولا يكون الأسعار غالية ولا تكون اللي كان، الله تبارك وتعالى قد بالمخلوق ديالو والأرزاق ديال الله تبارك وتعالى غادي يعطيها يعني العباد ديالو. رايش في مواقع التواصل الاجتماعي ديال الهاشتاغ أنهم ما يكونش عيد كبير مع غلاء الأسعار، واش أنت مع أو ضد؟ خويا أش غادي نقول لك، أنا في جميع الحالات هاد السنة هادي اللي قدر عليها راه كيديرها، واللي ما قدرش عليها ما يديرهاش، هذا هو اللي معروف صافي. ولكن بالنسبه لنا حنا في المغرب حاليا الوضع الاقتصادي راه عشان نقول لك واحد اقتصادي بالنسبه للطبقات، يعني الطبقه اللي هي يعني على قد الحال راه ما مساكن ما قادرين لا على حولي لا، والاغلبيه فيهم راه كيلتجؤوا للسلفات وكيلتجؤوا، كاين اللي كيبيع حوايجه كاع، كيبيع الحوايج ديالو باش يشري الحولي ويخلي وليداتو بخير وفرحانين، اغلبيه كيشريو الحولي على قبل الوليدات وداك الشيء، اما بالنسبه لي هو حاليا في المغرب من الصعب شراء كبش ديال الاضحى، فاشله، حنا كبلد فلاحي نورمالمون الخضره ما تكونش بهذا الثمن، الحولي ما يكونش بهذا الثمن اللي حاليا دابا كنسمعوه في هذا الهاشتاغ وهذا الشيء، ما يكونش بهذا الثمن، حنا كبلد فلاحي وكنا كنفتخروا بها على اعداء ديال المغرب، ولينا دابا حاليا ولينا حنا حواله صراحه. ما يكونش عيد الكبير. الا قالها لنا سيدنا شي اللي قالها لنا سيدنا الله يحفظه الله ينصره، حنا معاه كاع اللي يقول سيدنا الله ينصره، حيت كنبغيو هاد البلاد هادي. اما عيد الاضحى فهو سنه، اما الا غتقول لنا هاد الحكومه الفاشله، هاد الحكومه اللي ما دارت والو باش تقول لنا ما كاينش العيد، لا خويا غنعيدوا حنايا،
حيت هاد الحكومه هادي ما دارت لنا والو. فينا هو المخطط الاخضر ديال السي اخنوش اللي خصا عليه الملايير، وفي الاخر المغاربه ما يعيدوش، هو معيد مع راساتو ب 10 الحواله وب 20 الحولي. واش كيضحك على الشعب المغربي؟ واش هاد الحكومه انت فشلتي فشلتي باش توجد الاضحيه للمغاربه؟ يعني الحكومه فشلات؟ الحكومه ماشي فشلات، فاشله وغتبقى فاشله، وغتبقى المحاسبه وغتبقى المراقبه، واراك المبدع والمبدعين والمبدعات. تحيه ايها المبدع بكل تواضع. شكرا.